مساء الخير أديب، كيفك اليوم؟ كيفك الحال؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال؟ أديب، في سؤال، ليه السيارة على الكهرباء بعد ما مشيت حاليا بالعالم؟ ولا رونالد، سؤالك مهم، بس أول شيء خلي يصير عندنا كهرباء. والله معك حق، بعدنا قشت الكهرباء، حطوا الموتور في قصة ديجونكتور، يعني شيء بهدلة. لا بس بشكل جدي، إذا اليوم نخترع سيارة وعنا الخيار بين سيارة على الكهرباء وسيارة على البنزين، شو بنعمل؟ شوف، مع البنزين أول شيء بنستخرج البنزين مثلا من السعودية، بعدين بدنا ننقله بالانابيب لمخازن كتير كبيره، ونرجع بدنا ننقله عبر البحر لاوروبا لتكريره بالمعامل، ونرجع نشتريه من اوروبا ننقله يعني بالبواخر الكبيره للبنان مع خطر تسرب البترول بالبحر، بعدين ننقله بالصهاريج للمحطات، ونحطه بموتورات السيارات يلي بتمشي بالمدن بتلوث الهواء وبتصدر اكسيد الكربون يلي بيؤدي لارتفاع الحراره. والبترول غالي ومحدود. طب اديب، صار في كتير مساوئ للسياره على البترول. رونالد، إذا بدنا نرجع لورا أكيد أكيد بنختار السيارة على الكهرباء. بس السيارة على الكهرباء قدرتها كتير محدودة، يعني بطاريتها بتخلص بسرعة. وإذا بنزين كمان بيخلص بسرعة. تتحل هالقصة تعمل محطات بتشارج فيهم البطارية مثل المحطات اللي بتعبي فيهم بنزين، يعني بتجي مثل بطارية الراديو بتحط بطاريتك بتاخذ وحدة محلها وبترجع بتمشي، وبتعرف تشريج البطارية بكلف بس 2 دولار، يعني بتعرف قد ايه بتوفر؟ إيه بس في شغلة نسيتها يمكن أديب، ما بعرف، إنه السيارة على الكهرباء بتمشي بس 160 كيلومتر مش أكثر. وكتير منيح إذا بتمشي 160 كيلومتر، ما في مشكلة، فيك تستعملها كسيارة تانية، فيك تمشي فيها داخل المدينة، فيك تشارجها بالليل وتمشي فيها بالنهار. إيه بس ليه السيارة على الكهرباء بعدها قليلة بالعالم؟ يعني رونالد، لوبي البترول كتير قوي، وكل ما علي سعر البترول كل ما علوا أرباحهم، وهن ما راح يتنازلوا بسرعة عن هالقطاع المربح كتير. يعني مثل ما عم بفهم منك القصة طويلة. بس خلينا نحلم شي نهار نبلش نجيب كهرباء من الهواء ومن الشمس، ونبلش نصنع بطاريات وحتى نصنع سيارات على الكهرباء. ومع الحلم بنشوفكم بكره بحلقه جديده، تابعونا.